السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد. درس اليوم هو تطبيق للدرس السابق حول تصريف أفعال المجموعة الأولى في زمن الحاضر. ونبدأ بأول جملة: il la voiture. نريد تصريف الفعل laver، يغسل. il lave la voiture. إذا نحذف er ونضيف e مع il. هو يغسل السيارة. ثاني جملة: tu les aventures. نريد تصريف le verbe aimer، الفعل يحب. tu aimes les aventures. مع tu نحذف er ونضيف es. تالي جملة: il à la maison. نريد تصريف le verbe rester، الفعل يبقى. il reste à la maison. نحذف er ونضيف ent. رابع جملة: vous la solution. نريد تصريف le verbe trouver، يجد. vous trouvez la solution. أنتم تجدون الحل. نحذف er ونضيف ez مع vous. آخر جملة: nous la solution. نريد تصريف le verbe chercher، يبحث. nous cherchons la solution. نحن نبحث عن الحل. نحذف er ونضيف ons مع nous.